بسم الله والحمد لله والله أكبر. ألم تعلم أن الله له ملك le royaume, la propriété de Dieu. ألم تعلم أن الله على كل شيء, ألم تعلم أن الله قبلها الآية, ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا يا رب يكشف لنا عن بعض أسرار الناسخ والمنسوخ في القرآن. تطرقنا هذا الموضوع آنفا. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم, يعني أما كيكشو دمير آية جي تنسخ آية مثلا فيها تضييق ولا فيها إجمال, بعد جي آية ناسخة يوقع فيها التوسع على الخلق لأنهم ضعفاء ويوقع تبسيط وتفصيل ما أجمل في الآية المنسوخة. قل ربي ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني أنتم تكفروا به تو وتنافقوا في دينه وتعظموا في أهله, أهل التوحيد أهل الإخلاص رب العالمين وأهل التابعين لرسول الإسلام عليه الصلاة والتسليم, علاش ناوي؟ ناوي يقول مش قادر عليكم, ما يعرف شيء منكم, ماهوش أصل خلقكم, ماهوش هو اللي شاهد على جهلكم وجاهليتكم. أنا أقول لكم فيقوا قبل ما يحق عليكم القول, أسأل الله السلامة.